لان الحقيقه الدوره الانتخابيه او دوره مجلس الاداره الحاليه اللي بتوشك على النهايه هي تقريبا في ايامها الاخيره. كانت دوره شهدت الكثير من الانجازات وتحقيق الكثير من طموحات اعضاء وجماهير النادي الاهلي، وانا هنا ما بفصلش بين اعضاء ولا جماهير النادي، حتى وان كنا بنتكلم على شان انتخابي او شان يخص الجمعيه العموميه للنادي. النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين ما هوش فقط جمعيته العموميه داخل الاسوار، حتى وان تعددت الاسوار وكثرت المقرات ما شاء الله، لكن تبقى الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي في كل بيت وكل منزل وكل شارع وكل حاره وكل مكان في مصر ومختلف الاقطار العربيه. اتعودنا على انه الاهتمام بالنادي الاهلي ربما من جماهيره يكون بتفاعل كبير جدا مع الجمعيه العموميه. كلما كانت الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على هذا الوعي التاريخي اللي الناس كلها اختبرتها فيه وتعودتها منه، انه دايما وابدا جمعيه الاهلي الاكثر تحضرا، الاكثر وعيا، الاكثر حرصا على اختيار من يمثل النادي ومن يدير النادي خلال 4 سنوات. وتتابع وتراقب وتحاسب وتقيم وتعيد انتخاب أو لا تعيد انتخاب وفقا لحجم العطاء ودرجة المسؤولية في الحرص على مبادئ وتقاليد النادي الأهلي. عشان كده كانت قناة الأهلي أيضا في الصورة أو في مقدمة المشهد من هذا الحرص على تقاليد النادي. تقاليد النادي أن كل من تقدم بطلب ترشيح أو برغبة في الترشح هو يبغي مصلحة الأهلي. عشان كده قناة الأهلي وهي تفتح نوافذها لكل السادة المرشحين، بننتظر تباعا إن شاء الله خلال الأيام القادمة ظهور السادة المرشحين تباعا، علشان كل مرشح يقدم لكل أعضاء الجمعية العمومية، بل زي ما قلت لكم لكل جماهير النادي الأهلي، برامجه وأفكاره ورؤيته ورؤاه وكل ما يبغي تحقيقه للنادي الأهلي. دي تجربة فيها الكثير من إثراء الحوار، فيها الكثير من الممارسة الديمقراطية المسؤولة، فيها أيضا النادي الأهلي بيضرب المثل على الحرص على إتاحة الفرصة للجميع. النادي الأهلي ما شاء الله النهاردة بنتكلم على الأهلي الجزيرة، أهلي مدينة نصر، ثم فرعي النادي في الشيخ زايد، وإن شاء الله عما قريب جدا هيكون فرع الأهلي في التجمع في الافتتاح علشان يضاف إلى مقرات الأهلي. أعضاء النادي الأهلي في كل هذه المقرات عندهم فرصة لمتابعة كل أفكار السادة المرشحين علشان يقيموا الأفكار، وإحنا هنكون هنا هتتابعونا حضراتكم وتقدروا تطمئنوا تماما على نزاهة الممارسة وعلى مسؤولية الفكرة والتجربة، إنه في النهاية كل المرشحين كل واحد هيكون عنده الفرصة الكاملة دون أي استثناء ودون أي قيود، والكل اللي أنت عايز تقوله ما دمنا مرتبطين وملتزمين بتقاليد النادي الأهلي، بالحرص على صورة النادي الأهلي، على قيمة النادي الأهلي، وعلى وعي النادي الأهلي بأعضائه وجمهوره.